السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة مع اول حلقة في شرح منهج ديسكفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 2 الترم الثاني. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي كلمة السيد الوزير، وزير التعليم الفني والتعليم الأساسي. وطبعا دي أول صفحة في الكتاب، هنا بنكتب النيم والكونتنتس. الكونتنتس أو المحتوى. بيتكون المنهج في الترم الثاني من تو ثيمز أو من محورين. ثيم 3 أو المحور الثالث، هاو ذا وورلد وركس. How the world works أو كيف يعمل العالم. والمحور ده بيتكون من 3 chapters أو من 3 فصول. chapter 1 أو الفصل الأول، The Nile I know. The Nile I know يعني النيل الذي أعرفه، يعني نهر النيل الذي أعرفه. The Nile I know، طبعا هنا بيكلمنا عن نهر النيل وأهميته بالنسبة لنا وبالنسبة لحياتنا كلنا. chapter 2 الفصل الثاني، Cities and people of the Nile. Cities المدن، and people والناس والشعوب، of the Nile of the Nile الخاصين بالنيل اللي هم موجودين على نهر النيل. Cities and people of the Nile يعني مدن وشعوب نهر النيل. Chapter 3 أو الفصل الثالث، Life along the Nile. Life الحياة along the Nile على طول نهر النيل. والمحور الرابع اللي هو theme 4، communication. communication يعني الاتصال او التواصل، وبينقسم ل 3 chapters او لثلاث فصول برضو. chapter 1 communicating in my community. communicating يعني التواصل، in my community في مجتمعي، communicating in my community. chapter 2 communicating our culture. culture يعني ثقافة، التواصل الخاص بالثقافة بتاعتنا، communicating our culture. و chapter 3 communication tools. communication tools أدوات التواصل أو أدوات الاتصال. ونبدأ مع بعض chapter 1 The Nile I know. The Nile I know أو نهر النيل الذي أعرفه. وطبعا ده في theme 3 أو في المحور الثالث، How the world works أو كيف يعمل العالم. وأول page وهي page number 3 عنوانها Noor gets exciting news. exciting يعني مثير، ونيوز news يعني أخبار. صديقتنا نور اللي كانت موجودة معانا من الترم الأول، هي وأختها سارة الأخت الكبيرة بتاعتها، وأخوها سمير أخوها الصغير، قاعدين في البيت بتاعهم دلوقتي مع their grandma أو مع جدتهم، وقاعدين بيتكلموا مع بعض. ونور دلوقتي هتعرف exciting news. exciting news أو أخبار مثيرة. فهنا العنوان بتاع البيج بتقول نور gets، نور بتحصل على exciting news أخبار مثيرة. وبيقول لنا هنا read the story. read the story اقرأ القصة. circle ضع دائرة حول. words الكلمات you don't know. you don't know التي لا تعرفها. فهنا بيقول لنا most of the family. most أغلب of the family الأسرة was already eating. was already يعني كانوا بالفعل eating بيأكلوا. when Noor came عندما أتت نور to the breakfast table. to the breakfast table إلى مائدة الإفطار. مرة كمان most of the family was already eating when Noor came to the breakfast table. يبقى الأسرة كلها كانت قاعدة بتفطر لما نور جت وقعدت معاهم على مائدة الإفطار. grandma. grandma الجدة. said قالت good morning Noor. good morning Noor صباح الخير يا نور. we have some exciting news for you. we have نحن لدينا some exciting news بعض الأخبار المثيرة for you لكي. مرة كمان grandma said good morning Noor. we have some exciting news for you.
Good morning, Grandma. Good morning, Grandma. صباح الخير يا جدة. Noor said. Noor قالت كده. What is the news? ما هي الأخبار؟ مرة كمان. Good morning, Grandma. Noor said. What is the news? May I tell her, Grandma? Samir said. May I tell her? هنا سمير بيقول ممكن أقول لها أنا Grandma. يا جدة سمير said. سمير طبعا أخو نور الصغير وبيقول لنا هنا wiggling وهو بيتهز in his seat وهو قاعد على الكرسي بتاعه فكان بيحاول كده بيتحرك وهو قاعد على الكرسي بتاعه وبيقول ممكن أقول لها أنا يا جدة may I please ربما أنا لو سمحتي فمرة تانية may I tell her grandma سمير said wiggling in his seat may I please ومكتوب هنا of course Samir grandma answered of course Samir بالطبع يا سمير grandma answered الجدة أجابت الجدة جاوبته قالت له طبعا يا سمير please tell Noor أخبر نور our news الأخبار بتاعتنا مرة تانية Of course Samir Grandma answered Please tell Noor our news We are going on a trip Samir said We are going on a trip إحنا هنذهب في رحلة Samir said Samir قال كده Happily بسعادة A big trip رحلة كبيرة مرة تانية We are going on a trip, Samir said happily. A big trip. This sounds fun. Where are we going? Noor asked. This sounds fun. هذا يبدو ممتع. Where are we going? أين سوف نذهب? Noor asked. Noor سألت. مرة كمان. This sounds fun. Where are we going? Noor asked. That's the best part يعني هذا الجزء الأفضل part يعني جزء وبست الأفضل سارة أختها الكبيرة said قالت كده We get to decide علينا أن نقرر where we are going أين سوف نذهب We get to يعني لازم علينا ان احنا نقرر decide يعني قرر where we are going اين سوف نذهب مرة تانية That's the best part Sarah said We get to decide where we are going Oh wow Noor said Oh wow يعني ده طبعا صوت بنعمله لما بنبقى مبسوطين قوي وعندنا دهشة نور قالت كده نور said This is going to be fun. هذا سوف يكون ممتعا. Oh wow. Noor said, This is going to be fun. وطبعا عرفنا fun يعني مرح. وبكنكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي. ونوصل لبيج نمبر 4 او صفحة رقم 4 وعنوانها vocabulary. والفوكابيولري أو المفردات اللغوية بنكلمنا النهاردة عن كلمة جيوغرافي أو الجغرافيا علم الجغرافيا علم الجغرافيا يا أصحابي هو العلم اللي بيختص بالخرائط إزاي بنعمل خريطة لمكان لبلد أو لمدينة والخريطة دي بتساعدنا إن احنا نبقى عارفين الأماكن اللي موجودة في المكان ده والطبيعة بتاعت الأماكن دي لو أماكن فيها أنهار هنلاقي اللون بتاعها أزرق وهنلاقيها متوضحة على الخريطة باللون ده لو أماكن فيها صحراء وفيها رمال هنلاقيها موجودة باللون الأصفر وده طبعا هيكون واضح على الماب أو الخريطة دي لو أماكن فيها زرع أو خضرة هنلاقيها موجودة باللون الجرين أو الأخضر وطبعا ده هيكون برضو موضح على الخريطة لو أماكن فيها ماونتنز أو جبال وصخور هنلاقيها لونها بني وده هيكون برضو موضح على الماب او الخريطة دي ده بنعمله عن طريق حاجة اسمها علم الجيوغرافي او علم الجغرافيا وطبعا الجيوغرافي او علم الجغرافيا بيعلمنا كمان ازاي
نقول ان الخريطة دي بتوضح حتة ارض او مكان معين مساحته معينة ليه مساحة معينة، فكل سنتي على الخريطة بيكون مقابل ليه في الواقع مساحة معينة، وده بيبقى مكتوب طبعا في بيانات الخريطة علشان تبقى عارف الخريطة دي بتوضح مكان مساحته قد ايه. وهنا بيكلمنا عن الكلمة دي، كلمة جيوغرافي او كلمة الجغرافيا، علم الجغرافيا. وبيقول لنا هنا think about، think about فكر في your own definition، your own definition تعريفك الخاص، for the new word، for the new word للكلمة الجديدة طبعا اللي هي geography، complete أكمل the chart، the chart الجدول. فهنا الvocabulary word، الvocabulary word أو الكلمة الخاصة بالمفردات اللغوية بتاعتنا النهاردة هي geography، فنكتب هنا geography. والdefinition أو التعريف الخاص بيها هنقول مثلا geography is the study of places and the relationship between people and their environments. Geography is the study، هي دراسة، of places الأماكن، and the relationship والعلاقات، between بين people الناس، and their environments، and their environments وبيئتهم، and it studies earth surface، earth surface يعني سطح الأرض. مرة كمان geography is the study، هي دراسة، of places الأماكن، and the relationships والعلاقات، between people بين الناس، and their environments، and their environments وبيئتهم، and it studies earth surface، earth surface سطح الأرض، هي بتدرس سطح الأرض. ونرسم هنا illustration، illustration أو رسم توضيحي، هنوضح فيه خريطة معينة مثلا، ولتكن خريطة بلدنا الحبيبة مصر، هنحطها هنا وهنرسمها، ونوضح ازاي علم الجغرافيا أو الجيوغرافي بيساعدنا ان احنا نعمل حاجة زي كده. وهنا بيقول لنا give an example، give an example يعني اعطي مثال، of how، لكيف، the land، الارض، affects people، affects people بتأثر على الناس. عايزنا نقوله ازاي ان طبيعة الارض بتأثر على الناس، وده طبعا بيكون واضح لو الارض مثلا فيها مياه عذبة فبتساعد الناس ان هم يكونوا بيزرعوا بشكل اكبر، لكن الارض مثلا لو هي موجود فيها بحار ومحيطات ده بيخلي الناس تتجه اكتر للصيد وصيد الاسماك وهكذا. فهنا طبعا الland او الارض بتأثر على الناس او affects people، بتؤثر على الناس باشكال مختلفة. ونقول مثلا الاكزامبل، ونقول يبقى the land affects where people choose to live، الأرض بتأثر على أين يختار الناس أن يعيشوا، the foods they can use، the foods they can use الأطعمة اللي هم ممكن يستخدموها. فمرة تانية the land affects where people choose to live، the food they can use. يبقى طبيعة الأرض بتأثر على الأماكن اللي الناس بتعيش فيها والطعام كمان اللي ممكن يستخدموه. وبكده نكون أنهينا الجزء ده وأنهينا معاه درس النهاردة. أتمنى أن أنت تكون استفدت. لو أعجبك الدرس أعمل لايك. أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.